طيب يا حلوين، زي ما قلت لك مسجد أروان الكورفيت الجديد حيوصل فوق 1000 حصان، وفعلا أعلنوا عنه أمس ما شاء الله تبارك الله 1064 حصان، حصان ينطح حصان. طبعا السيئات كما هو معروف يا شباب في منه كذا إصدار، السيئات الستينجري 500 حصان، وفي الايري 650 حصان، وعندك الزد او 6 670 حصان. الزد ار 1 بنوع على الزد او 6 تمام، نفس الماكينه في 8 8 سرندل فلات بلين كرانك، بس الكومبريشن بدل ما هو 12.5 خلوا الكومبريشن 9.5 وحطوا 2 تربوات، حطوا 2 تربوات من بورغ وارنر، حجم التربوات 7664 توين تيربوز، اوكي رافعين 24 بي اس اي، وجابوا 1064 حصان. ايش رايكم يا شباب سياره من المصنع تاخذها 1064 حصان بدون اختراعات؟ ايش تبغى اكثر من كده؟ يعني الفله ما شاء الله تبارك الله. طبعا ما في محركات كهربائيه، تبغى المحركات الكهربائيه تروح لاصدار الايري ال 650 حصان الدفع الرباعي. الزد او 6 ايضا دفع خلفي، الزد ار 1 دفع خلفي، الستينكري برضو دفع خلفي. فيا شباب الكورفت الجديد الزد ار 1 زي ما قلت لكم حيكسر السوق وحياكل كل السيارات اللي في السوق، فعلا اكل كل السيارات اللي موجوده في السوق. 1064 حصان من المصنع، 24 بي اس اي توين تيربو لو كومبريشن الانجن. طبعا الانجن هذا كما هو معروف 4 كامات، كامل للانتيك وكامل للاكزوست، كلها متحركه تمام. بصراحه كورفت شفرليت كسروا الدنيا بالسيارة دي. السيارة دي طبعا الانجن ورا تجيب من 0 لـ100 في 2.6، كل شيء تتمنى موجود في السيارة دي، ثبات، أناقة، دلع، كشف، سرعة، قومة، فزة، وجاهة، منعطفات، كل شيء تتمنى موجود في السيارة دي من الزد او 6 والزد ار 1. تبى اللي أقل منهم شوية تأخذ الستينجري، أو تبى تتجنن في الكورنرز تأخذ الإيري، بس كلها يا شباب ما شاء الله تبارك الله عندك اختيارات مرة كثير. ولو تبى تتجنن أكثر أكثر تقدر تروح تأخذ من شيفروليت محركات الكهرباء وتشبكها على كمان على الزد ار 1، تأخذ حق الإيري محركات الكهرباء وتشبك على الزد ار 1 وعيش يا معلم. شوفوا يا شباب الكلام ده شوية تقني لبعض الشباب، أنت كل اللي يحتاجك إنك تفهمه بس حاجة واحدة، الزد ار 1 الجديد 1064 حصان بس، يعني اكلوا السوق، اكلوا الماركت كله ما شاء الله تبارك الله، حتكون هي فعلا افضل سيارة موجودة في الماركت.